تعريفا لدور الجمارك في حماية الاقتصاد ومكافحة التهريب لا سيما على الحدود الجزائرية، انطلقت بمدرسة الجمارك ببطنة الأبواب المفتوحة حول الجهاز للتقرب أكثر من مصالح الجمارك، اكتشاف المهام وكيفية الانضمام. يأتي افتتاح هذه الأبواب المفتوحة على الجمهور تحت إشراف السيد والي الولاية لسماح للجمهور للتعرف على مختلف مراحل التكوين بالمدرسة، مختلف شروط التوظيف، مختلف الأسلحة التي يتم تكوين الطلبة عليها من أجل إعدادهم للجاهزية وكذلك لدمجهم في المنظومة الوطنية لتأمين الحدود. التظاهرة شهدت استعراضا من الطلبة الجمركيين تعكس مدى احترافية التكوين بالمدرسة، وكذا التعريف بمختلف التخصصات التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى كيفية الالتحاق بصفوف الجمارك بمختلف الرتب. تهدف هذه الأيام المفتوحة على الجمارك للتقرب أكثر من المواطن وتعريفه بالجهاز الحامي للاقتصاد.